السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد واجابة سريعة على سؤال في السريع، احنا زي ما احنا متعودين. كان سؤالنا النهاردة على الـ KI67، يعني ايه دلالته وايه الرقم بتاعه. الـ KI67 هو بروتين بيبقى موجود في الخلايا، موجود في نواة الخلايا، وبناخده كلو كده او كماركر، يعني دليل على سرعة، مش سرعة بقى، على تكاثر الخلايا وسرعة تكاثرها عموما. هو طبعا بيبقى موجود في الخلايا السرطانية بشكل اكبر من الخلايا الطبيعية. واحنا لما بناخد العينة اللي هو بلوك الشمع، زي ما بنعمل الاي ار والبي ار اللي هي المستقبلات الهرمونية، والهير 2 اللي هو الخاص بالعلاج الموجه، بنعمل كمان الكي اي 67 بنشوف نسبته كام في الخلايا، وهي دي النسبة اللي بتطلع من اول بقى صفر لغاية 100%. طيب ايه النسبة الكبيرة وايه النسبة القليلة؟ اقل من 10 دي نسبة قليلة، تمام؟ اكتر من 30 ده نسبته كبيرة، يعني اللي هتلاقيه دايما مكتوب كي اي 67 هاي، ده اكتر من 30. اقل من 10 ده لو. طيب الحته بين 20 و30 دي، الحته بين قصدي 10 و30 دي عليها ديبيت شويه، حتى الناس بتعتبره لو، او الدكتور المعالج او احنا مجتمع الطب الاورام يعني بيعتبر الرقم ده واطي، يا اما اكتر من اقل من 14% او اقل من 20% في الليتريتشرز ثانيه. ولكن في العموم اقل من 10 فهو واطي، اكتر من 30 فهو عالي، اما في النص دي حته عليها ديبيت شويه ومش هتفرق كتير بايه معانا يعني. طيب هل الكي اي 67 ده لو طلع عالي، هل هو يبقى انديكيشن او يبقى سبب في ان انا مثلا ادي المريض كيماوي او لا؟ الموضوع ده لما اتصوت عليه في كل الناس اللي بتحط الجايد لاينز بتاعه الاورام، ما حدش ادى راي قاطع، كله فضل ما بين البنين. يعني الكي اي 67 اللي هو مرتفع مش سبب لوحده، مش سبب لوحده ان انا عيانه ما كانتش تاخد كيمو ثيرابي فاديها كيمو ثيرابي. طيب الكي اي 67 بيختلف، افرض واحده جت من الناس اللي هي بتاخد عينه اول ما اكتشفنا الورم، وبعدين كده خدت كيماوي، بعد كده خدت وبعد كده عملت عمليه، فعادت الكي اي 67 فلقيته مختلف. هل فعلا بيختلف؟ ايوه بيختلف، وطبعا لو قل ده انديكيشن كويس او علامه كويسه ان الخلايا كانت استجابت للعلاج وبطلت تتكاثر وقلت قدرتها على التكاثر والانتشار. طيب هل الكي اي 67 لو عالي ده دليل على ان في ارتجاع للمرض او في اكتر انتشار للمرض؟ هو بصراحة الموضوع ده ما حصلش غير في دراسة واحدة، ولقوا ارتباط فعلا بين ان الكي اي 67 يبقى عالي وان يكون في بتاع ده، بيبقى في قابلية اكتر لرجوع المرض او قابلية اكتر للانتشار. لقوها في مرضى الثلاثي السلبي، يعني لو مريض ثلاثي سلبي وعنده الكي اي 67 اكتر من 30، في دراسه اتعملت على الموضوع ده وربطت ما بين ما بين انتشار او رجوع الورم لا قدر الله، وان الكي اي 67 يبقى اعلى من 30. ولكن الدراسه دي ما كانتش برده على عدد كبير من المرضى، فما نقدرش ناخدها كقاعده مسلم بيها. يبقى عموما كده عشان نلخص الموضوع، الكي اي 67 ده عباره عن بروتين بيبقى موجود في الخلايا السرطانية خصوصا، وبيدل على سرعة انقسام الخلايا السرطانية لو موجود بنسبة كبيرة. لكن هو ما بيقيس سرعة انقسام الخلايا، يعني مثلا اقول الخلايا دي 70%، يعني كده 70% يعني بتكبر بنسبة 70% مثلا، مش مفيش كده، لا. هو ان هو موجود في نسبة معينة من العينة اللي انا بعمل عليها التيست، ده مثلا في موجود في 70%، ده دليل على ان مثلا الخلايا الورمية بتاعت الورم ده بقى عموما فيها مثلا سرعة انتشار عالية او سرعة انتشار واطية، وقلنا واطية وعالية ايه 10، يبقى اقل من 10 تبقى واطية، اكتر من 30 تبقى عالية، في النص يعني بين البنين. زي ما قلنا ان هو مش سبب لوحده يخلينا ناخد كيماوي لو مفيش اسباب تانية تقول ان احنا ناخد كيمو ثيرابي. هل في علاقة بينه وبين سرعة انتشار الورم او رجوعه لا قدر الله بعد العلاج؟
زي ما قلنا في بحث بس واحد هو اللي ربط بين الموضوع ده وبين المرض الثلاثي السلبي لو كان اكتر من 30، ولكن ما كانش على عدد كبير من المرضى، فما نقدرش ناخده كقاعده مسلم بيها. الكلاسيك 7 من الحاجات اللي بتتعمل على الاميونوهيستوكيمستري اللي هي الصبغات المناعيه، بيتعمل مع الاي ار والبي ار والهيرتو عشان نحدد طريق العلاج او موضوع العلاج. الكلاسيك 7 لو هو ايجابي او سلبي او عالي او واطي مفيش حل اقدر اعمله، مفيش دواء معين اديه، وذكاء. واذا كان الموضوع ده شغال وشغال من ساعه ما اصلا ما الكلاسيك 7 طلع، وبيشوفوا اذا كان في، هل في تارجت ثيرابي او علاج موجه يتعمل للموضوع ده ولا لا. بس لغايه دلوقتي لسه مفيش حاجه تقول ان لو كلاسيك 7 عالي او موجود ادي دواء معين ولا لا. برضو من الحاجات اللي في برضو من المهمة زي ما قلنا كده، الكلاسيك 7 ممكن يختلف من العينة لما بعد العملية الناس اللي خدت كيماوي، عشان هو بيأثر على الخلايا وبيأثر على الكيماوي، بيأثر على الخلايا وبيأثر على سرعة انتشارها وبيأثر على الخلايا الورمية، فقدرتها على الانتشار بتقل. فطبيعي ان انا الاقي الكلاسيك 7 قل مع العملية عن قل ما يكون قبل العملية، يعني يا زيه يا قل. طيب ليه برضه سيجنيفيكانس تانية ولا لأ؟ ليه حاجة مهمة. لما مثلا أجي ألاقي واحدة الكلاسيك 7 بتاعها عالي قوي 100% بقى 90% 80%، هنا بيكون سرعة التدخل أفضل، إن أنا أعمل تدخل سريع سواء بالعملية أو سواء إن أنا أبدأ علاج كيماوي ما قبل العملية عشان أعمل العملية، لأن ده بيكون مؤشر إن سرعة تكاثر الخلايا سريع، فبيكون معاها أحسن إن أنا أتدخل بسرعة سواء بالعملية أو سواء بالعلاج الكيماوي. يعني ايه هيرتو؟ يعني ايه ان هو يكون ايجابي؟ يعني ايه هو يكون سلبي؟ ويعني ايه ان هو يبقى بلس 2 اللي هو اللي في النص؟ تمام. الهيرتو ده مجموعة من الريسبتورز اللي بتبقى الريسبتور، يعني مستقبلات بتبقى على الخلية، هم كذا حاجة يعني من هير 1 وهير 2 وهير 3 وهير 4، بس طبعا اللي عنده clinical significance او اللي احنا بنهتم بيه هو الهير 2. الهير 2 ده مستقبل بروتين عادي على الخلية، لما بيجيله حاجة تمسك فيه او اشارة معينة ليه بيحفز ان الخلية تتكاثر زيادة، عشان كده هما بيعتبروه من حاجة اسمها أونكوجينز، الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في محفزات السرطان عموما، وقلنا ان احنا عندنا حاجة اسمها أونكوجينز دي اللي هي بتحفز ان تسارع الخلايا او انتشارها او تكاثرها، وفي حاجات تانية بتمسك الخلايا وتخليها لو لقيت ان هي مش طبيعية تخليها توقف نمو او تنتحر او تخلي سيل تانية او خلية تانية تيجي تاكلها. المهم ان الهيرتو من الحاجات اللي اتدرست في اخر سنين ولقوا ليها كلينيكال سيجنيفيكانس، اي يعني اهميه طبيه كبيره، ان احنا نقدر لو قفلنا الباسوي ده او قفلنا الطريق ده نقدر نقلل من تكاثر الخلايا او نقلل من نشاط الخلايا السرطانيه. والخلايا السرطانيه ساعات بيبقى عليها الهير 2 ده حاجه اسمها اوفر اكسبريشن، يعني موجود عليها بدرجه كبيره، فبيبقى نشاطها كبير او التحكم في نشاطها في العادي بيبقى صعب. عشان كده اللي عنده الهيرتو ده نسبته كبيرة او نسبته عالية اللي هو احنا بنعتبره ايجابي او اوفر اكسبريسد، ده بيفضل ان احنا نستخدم علاج يقفل الريسبتور ده عشان نتحكم في نمو الخلايا ونتحكم في نشاط الخلايا السرطانية. الريسبتور ده اللي هو الهير 2 بقى ده بيبقى الاستخدام بتاعه اكثر حاجه تم عليها التجارب بيبقى في خلايا سرطان الثدي والمعده واخيرا القولون، في كمان ابحاث عليه في خلايا تانية، لان هو شبه الاي جي اف ار اللي هو اللي بيبقى موجود في القولون وموجود في اللنج اللي هي الرئه. ولكن طبعا من اهم الحاجات اللي احنا بنستخدمها في، يعني هو بيستخدم في الثدي قلنا والمعده من زمان شويه ودخل في القولون قريب، واهم حاجه هي استخداماته في الثدي والاكثر انتشارا بين الناس عارفه يعني.
واحنا بنعرفه الهيرتو عن طريق تحليل اسمه امينو هيستوكيمستري، اللي هو الصبغات المناعيه اللي هو بلوك الشمع بالبلدي كده. احنا لما بنعمل العينه او بنعمل العمليه بيبقى فيه بلوك الشمع، بلوك الشمع ده بنوديه للمعمل الباثولوجي نقول له والله عايزين نعمل اي ار وبي ار وهيرتو وكي اي 67، الحاجات الاربعه دول بيتعملوا على بلوك الشمع. الامينو هيستوكيمستري لما بيتعمل على بلوك الشمع عشان يطلع الهيرتو بيطلع دايما رقم من 4: 0 1 2 3. 0 1 2 3. 0 1 يعتبر نيجاتيف او سلبي، 3 يعتبر ايجابي. تمام. 2 طيب 2 لازم نعمل تحليل مكمل برضو عشان نتأكد ده اقرب الى السلبي ولا اقرب الى الايجابي. عشان كده بنعمل تحليل تاني اسمه سيش او فيش، يا اما تحليل اسمه فيش يا اما تحليل اسمه سيش، وده بيطلب مننا لما يكون السكور بلس 2، يعني هو موجب، بس احنا عايزين نعرف هو اقرب للايجابي ولا اقرب للسلبي، لانه اقرب للايجابي يبقى هيستفيد من العلاج الموجه، اقرب للسلبي يبقى مش هيستفيد من العلاج الموجه. ودي ليها حسبه بقى ونمبر اوف كوبيز، وبيشوف السبب بتبقى عدد الكوبيز بتاعت الهيرتو ده قد ايه، عشان كده بيطلع من الفيش او السيش ده يطلع يقول لنا ده والله ايجابي او سلبي. طيب طلع سلبي يبقى احنا كده مش محتاجين العلاج الموجه اللي هو اللي هيقفل طريق او الباسوي بتاع الهيرتو ده، اللي هو زي الهيرسبتين، زي البرجيتا، زي التايكيرب، زي اسمه ايه ده البرجيتا والتايكيرب والهيرسبتين والكاتسايلا، وفي دواء اللي طالع جديد ده اللي هو الابو ده، برضو دواء طالع جديد لسه طالع من كام يوم يعني، وليه استخدامات كتيرة فيه زي ما قلنا الثدي والقولون والمعدة. طيب لو طلع ايجابي، لو طلع ايجابي يبقى احنا المريض ده هيستفيد لو انا قفلت الباس واي بتاع الهيرتو، لان هو عنده الخلايا بتاعته عليها مستقبلات الهيرتو دي بدرجه كبيره، فنشاط الخلايا السرطانيه متاثر بان الباس واي ده او الطريق ده يكون شغال، فالمريض ده هيستفيد لو انا قفلت الطريق ده. طبعا احنا لقينا ان في موضوع اللي هو العلاج التحفظي اكتر حاجه يستفيد منها المريضه، ان انا اديها سنه من العلاج الموجه اللي هو الهيرسبتين عشان اقفل الطريق ده، وهي تستفيد كده منه اقصى استفاده. وزي ما احنا عارفين ما ينفعش ادي الهيرسبتين مع الدواء الاحمر، بديه مع التاكسوزير او التاكسول لما يجي يبدا. طب الهيرسبتين اصلا ممكن يتاخد مع من غير دواء احمر؟ اه ساعات بيدي الهيرسبتين من غير دواء الاحمر، بيدي تاكسو الهيرسبتين بس في حالات معينه اللي هي الحالات تكون مبكره، حجم الورم صغير، ممكن غدد قليله او مفيش غدد، ويكون بدي التاكسول او تاكسوتير مع الهيرسبتين وخلاص. طيب في ناس بتاخد تاكسول، بتاخد خطوه هيرسبتين قصدي نيو ادجفنت قبل الجراحه، ممكن اخد هيرسبتين وبرجيتا قبل الجراحه، ممكن اخدهم قبل الجراحه وبعد الجراحه، ممكن اخد كاتسايلا بعد الجراحه، ممكن. الحاجات دي كتير قوي استخداماتهم مختلفه ما بينهم وما بين بعض على اختلاف المريض وعلى اختلاف ظروفه ايه، وعلى اختلاف خد كيماوي قبل العملية وموجه قبل العملية ولا بعد العملية، ولو خد موجه قبل العملية وصل للسي ار او وصل لاكتمام الشفاء بعد العملية ولا لا. حاجات كتير وادوات كتير في ايد الدكتور هو بيستخدمها على حسب الجايد لاينز، لما بتختلف كل حالة مريض من التاني. لكن انا عشان اقفل الهيرتو عندي اسلحة زي الريسبتين والبرجيتا والكاتسايلا والتايكيرب، دول اربع اسلحه معايا. التايكيرب ما بيستخدمش في العلاج التحفظي، بيستخدم في المرحله الرابعه، وطبعا كلهم بيستخدموا في المرحله الرابعه، ولكن اللي بيستخدم في العلاج التحفظي هو لغايه دلوقتي هو الهيرسبتين والبرجيتا واحيانا الكاتسايلا اللي هو اللي اسمه برضو تي دي ام 1. الدواء الجديد اللي لسه داخل اللي نازل انا مش فاكر اسمه التجاري الصراحه، بس ده بيستخدم في الميتاستاتيك او برضو المرحله الرابعه، لسه ملوش استخدامات في العلاج التحفظ. يبقى عشان نلم اللي احنا قلناه ده كله، الهيرتو ده بروتين ريسبتور يعني مستقبل على الخلايا، لو موجود بكثرة على الخلايا السرطانية ده بيحفز الخلايا السرطانية اكتر ويخلي قدرتها على الانتشار اعلى. عشان كده لو هو ايجابي لازم استخدم علاج عشان يوقف
الباسوي ده او الطريق ده ان انا استخدم علاج من العلاجات الموجهة. اما لو مش موجود او سلبي يبقى المريض مش هيستفيد ان انا اقفل الطريق ده بحاجة، وساعتها اسمه سلبي. لو هو بلس 2 اللي هو اللي في النص، لازم اعمل تحليل تاني على الصبغات المناعية على بلوك الشمع، لازم غير الصبغات المناعية على بلوك الشمع عشان اعرف ده اقرب للايجابي ولا اقرب للسلبي. التحليل ده اسمه فيش او سيش، اللي هيطلع لي من الاخر الهيرتو ده ايجابي اخد علاج ولا سلبي ما اخدش علاج. يا رب نكون فهمنا الموضوع، واشوفكم على خير يا رب ان شاء الله.